يعتبر ميثاق العمل الوطني علامة فارقة في المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، فقد غدا بما يضم من مبادئ ذات قيم سامية وجليلة مع لمن اجتمع في لبه جميع أطياف المجتمع البحريني منذ تدشينه، ليخطوا بيدهم مع يد القيادة البحرينية مستقبلهم وخارطة طريقهم. سطرت مملكة البحرين منذ القدم أروع صور التعايش والانسجام المذهبي والعرقي، حيث إنها كانت وما زالت محضنا يضم ألوانا وأطيافا من الأديان والمذاهب والثقافات. ولم تعرف هذه الأرض وما أنبتته من شعب فريد سوى الحب الصادق والتعايش المتجذر في نفوس أبناء هذا الوطن. وما أن جاء هذا الميثاق ميثاق العمل الوطني، حتى وأكد على هذه المبادئ النبيلة وعززها، فضلا عن ترسيخه للعديد من المفاهيم الحضارية والإنسانية، فاستطاع بحق أن يرسم صورة جديدة مشرقة نقش على أوراق شجرتها الوارثة قيما راقية وأخلاقا رفيعة وأصيلة. ولعل أبرز ما نص عليه ميثاق العمل الوطني شخصية البحرين التاريخية الممتدة من حضارة دلمون مرورا بحضارة أوال، وصولا إلى حكم أسرة آل خليفة الكرام الذي تميز بالأصالة العربية المحافظة والانتماء الإسلامي الرشيد وطبيعة نظامه الذي تميز بالنهج الديمقراطي المحفز للحمة الوطنية والمشهور بأبجديات العدل والمساواة والمحارب للخطط والمشاريع ذات الصبغة الطائفية والتطرف، إذ أصبح نظام الحكم من عدة سلطات تشارك في أحكام الدستور والقوانين التشريعية، فيساهم فيها كل من المواطن العادي وصاحب العلم والاختصاص مع السلطة العليا في اتخاذ القرارات وصنع الأحكام التي تساهم في التنمية الوطنية والرقي بالمستوى الأخلاقي والمعيشي، وسط أجواء ملائمة لإبداء الرأي وحرية التعبير وإرساء مبادئ المساواة بين الجميع، لا سيما أمام القضاء ودون تمييز. ثقافة المشاركة هذه ارتقت مراتب عليا، فأصبح المواطن مساهما في صنع القرار عن طريق صندوق الاقتراع لانتخاب نواب الشعب، والمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق انتخاب الممثلين البلديين، والمشاركة في مختلف أنواع الحراك عن طريق تأسيس الجمعيات السياسية والاجتماعية والمهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وفي جانب التعليم، نص الميثاق على دعم العلم وكل خدماته بالمملكة إيمانا منه بأنه وقود النهضة والرقي، وهذا ما تجسد في الواقع حيث أصبحت المؤسسات التعليمية مكفولة ومدعومة حكوميا، فالتعليم في المدارس إلزامي ومجاني، وذلك بهدف القضاء على الأمية عطفا على انتشار مراكز البحث العلمي وازدهار المكتبات الثقافية وتزايد أعداد الأكاديميين لا سيما في الآونة الأخيرة. وفي الكفة الاقتصادية، نص الميثاق على مبدأ الحرية الاقتصادية، فشجع كل المؤسسات والمشاريع وخاصة المشروعات الصغيرة على ممارسة التجار والاستثمار، وذلك في إطار مبادئ التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. كما أولت المملكة من خلال نص الميثاق الملكية الخاصة ورأس المال حقوقا فردية ذات طبيعة اجتماعية متبنية نهج العدالة الاجتماعية، وهذا ما ساهم في جعل الاقتصاد البحريني مركزا جاذبا للاستثمارات المحلية والخارجية. إن هذا الميثاق وما احتواه من مبادئ عدة ثرية استطاع بقيادة راعيه عاهل البلاد المفدى حفظه الله وبما يمتلكه من فكر مستنير ورؤية ثاقبة أن يطوي الماضي، حتى أصبحت المملكة اليوم تضرب أروع الأمثلة في تجسيد التعاون والعمل على انسجام السلطة بالشعب والعيش في ظل حضارة تتسم بالتعددية وترسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر. Thank you.
الله.